ولنقاش ملف تعامل الجهات الحكومية مع الوضع الصحي الخاص في العراق بسبب وباء كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، كيف تقرؤون الموقف الحكومي في التعامل مع فيروس كورونا أمام هذه الأعداد المرتفعة من المصابين؟ السلطات الحكومية في العراق فشلت ذريعا في مواجهة فيروس كورونا، ولم تتخذ أي إجراءات وقائية حقيقية. حتى الوقاءات العادية المتعارف عليها واتخذتها جميع الدول هي لم تستطع الوصول إليها، بالتالي تنفذت إجراءاتها في فحص قليل من حالات كورونا، حيث بلغ لغاية اليوم عدد الذين تم فحصهم 46 ألف من مجموع 30 مليون عراقي. بالتالي هذا الرقم المتدني كشف عن 1200 حالة مصابة في العراق فضلا عن الوفيات، وبالتالي اليوم يتحدثون عن مجلس عزاء في ميسان الكشف عن إصابة 25 من المخالطين. لذلك حقيقة الإجراءات الحكومية ضئيلة، وهي بعيدة عن كل البعد عن من يبحث عن مصلحة الشعب ووطنه، وبالتالي هم إلى هذه اللحظة لم يرتقوا إلى المسؤولية في توفير مناطق عزل حقيقية في المحافظات والمناطق، ثم لم يذهبوا إلى الوقاية الصحية من خلال حجر أو عزل المناطق التي فيها فيروس كورونا. فضلا على اليوم أعلنت إيران على أن هذا الفيروس أو جائحة كورونا قد اجتاز 6 محافظات، وبالتالي يصدرون قرارا الإيرانيون على أنهم سيبعثون بزائريهم إلى العراق دون أن يكون هناك للسلطات الحكومية قرارا أو منعا واضحا أو رفضا. أستاذ عبد القادر، أين تكمن المشكلة في مواجهة هذا الوباء؟ هل هي مشكلة كوادر طبية؟ هل هي مشكلة إمكانيات؟ أم فقط هذه الأزمة السياسية التي يعيشها العراق أثرت على التعامل مع هذا الوباء؟ المشكلة ليس بكل ما ذكرتم، المشكلة أن السلطات الحكومية في العراق لا تمتلك برنامجا صحيا، ولم تكن هناك في عملها طوال 17 عاما من انتاج مؤسسه صحيه او وزاره صحيه ترتقي بحجم المسؤوليه، والا فان الكوادر العراقيه متفانيه والاطباء موجودين. نعم هناك تهجير متعمد للاطباء طوال 17 عاما واغتيال ممنهج لهم، هذا ايضا اثر، لانه ايضا السلطات الحكوميه من انتهجت ودعمت الميليشيات في استهداف الكوادر الطبية والعقول العراقية التي راحت ضحية بين اعتقال واغتيال وتهجير عن العراق. لكن لم تكن هناك أي فعل سياسي يمكن من خلاله أن يبني المؤسسة الصحية. لذلك وزارة الصحة على سبيل المثال استهلكت 40 مليار دولار، كانت تفضل الوزيرة السابقة شراء صفقة الأحذية الطبية التي درت لديها كثير من الأموال على أن تجهز مستشفيات وأجهزة تنفس وما إلى ذلك من الأمور التي يمكن من خلالها أن تكون هناك مؤسسة في الدولة تواجه أي أزمة صحية للبلد ولحماية الشعوب. نعم. لذلك المشكلة تكمن في أن النظام السياسي في العراق نظاماً فاشلاً لم يكن في أجنداته عملاً لرفع مستوى قدرة المؤسسة الصحية في العراق. على غرار هذا الجانب السياسي، الوضع الاقتصادي أيضا يحول دون التزام المواطنين بإجراءات الحظر، حظر التجوال. ما هي الآليات الممكنة لدى الحكومة لالتزام المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية؟ لو كانت الحكومة والسلطات الحكومية جادة في عملية وصول حماية الشعب العراقي لأوفرت البطاقة التموينية التي هو حق المواطن العراقي من ماله الذي تسرقه هذه الأحزاب الممثلة للحكومة، كان هناك حقيقة بقاء المواطن، لأن المواطن العراقي يتحمل البقاء وبالتالي يستطيع أن ينفذ ما لمصلحة شعبه ومصلحة نفسه. لذلك رأيتم المتظاهرون كيف اعتصموا داخل خيمهم وتركوا الساحات من أجل ألا يسببوا حرجا في انتشار الفيروس. بالتالي هذه الإجراءات لو كانت موفرة للمواطن العراقي من خلال
دعمه بالبطاقة التموينية ومفرداتها وشرائها وتوزيعها عليهم، حقيقة استطاعت أن تنقل نقلة نوعية في عملية عدم الاختلاط. ثانيا، كان السلطات الحكومية أيضا إجراء في منع الزيارات الدينية التي يدعو إليها بعض المعممين، حقيقة لم تفعل أي شيئا، والسلطات الحكومية ذاتها لم تمنع البضائع الإيرانية الفاسدة الداخلة إلى العراق التي هي مقر الوباء. وكثير اليوم أطباء التغذية يقولون كثير من عمليات نقص المناعة في العراق وازدياد حالات فيروس كورونا هي من الأمور الغذائية والمواد الغذائية التي تصدر من إيران، بالتالي اقتصاديا لم تدعم المنتوج المحلي ولم تفتح كثير من الأمور التي من خلالها يتم للمواطن العراقي التحرك والعمل من خلاله يوفر لقمة العيش دون أن يكون هناك تجمعات واضحة تؤدي إلى عملية الانتشار الفيروس والمخالطين. السلطات الحكومية كان في يديها الكثير من الأمور التي يمكن مساعدة المواطن العراقي، لكنها تتعمد وتتجاهل بطريقة متعمدة ومنهجة لكل ما ينفع أفراد الشعب العراقي. تحدثت خلية الأزمة النيابية عن معاناة أصحاب الدخل المحدود في تأمين الكمامات والقفازات، من المسؤول عن توفير هذه الأساسيات لمواجهة فيروس كورونا؟ يعني الذي ينظر إلى المواطن العراقي، وجدنا أن خياطين استطاعوا أن ينقذوا أحياءهم ومناطقهم في توفير الكمامات، وقد رأيتم هذا الشاب اليافع الذي كثير من الدول تبنت أنه هو من دولته، وتبين أنه عراقي يصنع باليوم 1000 كمامة يوزعها على المواطنين. هي لم تدعم أي شيء الحكومة، الحكومة تتحمل هذه القضية لأن لديها مصانع، وبالتالي كان هي من أرسلت أطنان من الكمامات إلى الصين، فلماذا أرسلت الأطنان من الكمامات واليوم العراقيون يحتاجون إلى الكمامة التي تقيهم من في عملية الاختلاط والعمل من إصابة الفيروس كورونا؟ لذلك الحكومة عليها المسؤولية واللائمة الكبيرة وهي تتعمد. أنا أركز على عملية التعمد للحكومة، لأنه ليس من المعقول تماما أبسط مستلزمات الوقاية وهو التعقيم والكمامة لا تستطيع توفيره بالأسواق للمواطن العراقي، لا سيما أن المواطن العراقي يعني يشتريها اليوم، الذي يملك مالا ليشتري الكمامة لا يجدها. بالتالي قلنا أنه لو كان هناك دعما حقيقيا للمصانع الخياطة لغيرها للمواطنين الذين يوفرون عملية خياطة الكمامة لكان هناك نقلة نوعية في عملية توفيرها. وقد رأيتم في ساحة اعتصام التحرير في بغداد كيف كانت هناك جهد كبير للمعتصمين في توفير كمامات لبغداد والمناطق المجاورة لساحة التحرير، وهي أيضا من المناطق محدودة الدخل. لذلك لم تكن هناك سياسات صحية حقيقية يمكن أن ترتقي بالمسؤولية، وعلى هذا الأساس فإنه حقيقة ما يحدث الآن من امتناع كثير من الدول من تسيير رحلات حتى في عملية إجلاء العراقيين إلى مطار بغداد بسبب الإصابات الموجودة، وأن هناك رؤية للصحة العالمية أن العراق مقبل على كوارث، لأن هناك إخفاء حقيقي في الأرقام الموجودة لا سيما في المحافظات العراقية من خلال انتشار فيروس كورونا بينهم. الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.